حل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية رفقة والي ولاية تيبازا بميناء قوراي غربي الولاية، بعد اعتداء مجموعة من المنحرفين على أفراد سفينة صيد السردين مباشرة بعد رسوها بالميناء، قصد الاستيلاء بالقوة على المنتجات الصيدية. من جهتها باشرت السلطات الأمنية بالمنطقة عملية بحث واسعة على العصابة المعتدية على طاقم السفينة، أين تم توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة إلى 30 سنة، وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، وتم إنجاز ملف قضائي ضد السالف المشاركين في القضية بتهمة قيادة وإنشاء عصابة أحياء تثير الهلع على مستوى الميناء باستعمال أسلحة بيضاء، السرقة تحت طائلة التهديد، الضرب والجرح العمدي متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير، وسيتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.